السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عبد العال من برنامجكم شجع صح. حصل حاجة يوم الخميس اللي فات، حاجة مزعجة جدا ومؤسفة للأسف. حريق وزارة الأوقاف. حريق وزارة الأوقاف شيء ما يخصناش لأننا برنامج رياضي، بس للأسف اتذكر فيه اسم نادي الزمالك، فاحنا دخلنا في الموضوع نشوف فيه ايه. كلنا نعرف ان ارض نادي الزمالك بالمحلات بالمحيط حواليها دي هي مأجراها من وزارة الأوقاف. فاللي حصل هنسمعه دلوقتي من الشيخ سلامة عبد القادر، قال ايه واحنا دخلنا نبص على الموضوع ده ليه. اسمعوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في علاقة ما بين نادي الزمالك وبين حريق وزارة الأوقاف المصرية؟ قد يبدو السؤال غريب، لكن ربما الوقائع اللي حضراتكم هتسمعوها وأنا كنت أحد شهود العيان عليها ربما تكون أغرب أو جديدة على مسامع حضراتكم، لكنني أضعها هنا بين يدي حضراتكم لله ثم للتاريخ. إيه العلاقة اللي بين نادي الزمالك وبين وزارة الأوقاف المصرية؟ العلاقة بتتلخص في العنوان الآتي: نادي الزمالك النادي كله، كل المساحة اللي موجود عليها نادي الزمالك والملحقات اللي بدأ نادي الزمالك يضمها مؤخرا ده يعني بنتكلم في 30-40 سنة الأخيرة. النادي الزمالك كله أرضه ملك للأوقاف المصرية. مش بس نادي الزمالك، ده نادي الزمالك وأمامه ميدان سفنكس، أو تحديدا المكان اللي موجود هناك ومعروف باسم سينما سفنكس. هذه السينما بملحقاتها كلها وخلفها نادي الزمالك. في خلاف قديم ما بين نادي الزمالك وبين وزارة الأوقاف المصرية، والخلاف ده بتفتعله إدارة نادي الزمالك بين الوقت والآخر، لأنه لا خلاف في ملكية وزارة الأوقاف المصرية لأرض وملحقات نادي الزمالك. بيطلع الخلاف ده بين الوقت والآخر لأنه هناك نزاع. النزاع ده كان آخره تقريبا نقدر نقول كده 2014 يمكن، على أرض المعروفة داخل نادي الزمالك باسم أرض حلمي زامور. الأرض دي مساحتها 55,000 متر، 55,000 متر. ما بنتكلمش عن نادي الزمالك بقى ولا عن المحلات التجارية اللي موجودة وهي أيضا تابعة للأوقاف المصرية، وإن كانت موجودة في صور نادي الزمالك لكنها موجودة وتابعة مملوكة لصالح وزارة الأوقاف المصرية. الواقع بيقول إن وزارة الأوقاف بتطالب نادي الزمالك من سنين طويلة بأنه يسدد المستحقات أو المديونية اللي عليه. وإحنا لما شرفنا بالعمل في وزارة الأوقاف في 2012-2013 كنا إحنا كمان بنطالب نادي الزمالك بسداد المديونية اللي عليه، وتقريبا كانت المديونية حتى 2013 كانت تقريبا حوالي 8 مليون جنيه تقريبا. يعني نادي الزمالك كان مديون لوزارة الأوقاف ب 8 مليون جنيه. الله، ازاي؟ ايه علاقة نادي الزمالك بالموضوع؟ خليني اشرح لحضراتكم موضوع الأوقاف بيتم في مصر ازاي عشان تبقوا على علم وعلى بينة بهذه المسألة. اللي بيحصل ان وزارة الأوقاف قديما كانت بتأجر الأماكن الأراضي التابعة لها ولها حجج وقفية تملكها وزارة الأوقاف. اللي حاصل انه نادي الزمالك
استأجر هذه الأرض من وزارة الأوقاف قديماً، وكان المفروض يعني عقد الإيجار ده أو عقود الإيجار كلها اللي هي مثلا زي نادي الزمالك أو أسواق خان الخليلي أو الساغة أو كذا زي ما قلنا قبل كده، بتبقى بعقود بقيمة ضعيفة جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم إنه لحد 2013 إحنا كنا بنطالب نادي الزمالك بسداد مديونية متراكمة عليهم مثلا من 20 سنة ولا حاجة، كانوا 8 مليون جنيه. إلا أن نادي الزمالك حتى هذه اللحظة أنا بتكلم فيها مع حضراتكم في 2023 لم يسدد هذه المديونية اللي هي تراكمت عليه. ده العجيب بقى، العجيب والغريب، ما احنا في دولة عجيبة سبحان الله العظيم، إن أنا أفاجأ بخبر إن نادي الزمالك بيعلن عن استثمار الأراضي التابعة له، وإن في 4 شركات خليجية بتتنافس على حق انتفاع هذه الأراضي والاستثمار بالتوقيع المباشر مع نادي الزمالك أو مع إدارة نادي الزمالك. ولما تخش في التفاصيل تقرأ إنه نادي الزمالك أعلن عن استثمار أرض حلمي زامور اللي اتكلمنا عليها من شوية لصالح أي شركات خليجية، وإن في 4 شركات خليجية بتتنافس على الاستثمار في هذه الأراضي. إيه ده؟ يعني من لا يملك يعطي من لا يستحق. إدارة نادي الزمالك لا تملك هذه الأراضي أصلا، وبالتالي بتعلن إن هي ممكن تستثمر، وإن التفاصيل بتقول إن عقود الاستثمار نادي الزمالك بيعلن عن 300 مليون. يعني نادي الزمالك بيطلب من الشركات ان هي تعطيه 300 مليون جنيه مقابل ان إدارة نادي الزمالك تسمح لأي شركة من هذه الشركات بالاستثمار فيها. في ايه؟ في أراضي الأوقاف. الله، سبحان الله العظيم. يعني كارثة، مصيبة كبيرة جدا. لما تعرف الخبر ده حضرتك وتعرف ان نادي الزمالك او ادارة نادي الزمالك بتعلن عن الاستثمار ده، وبالمناسبة هذا الاعلان قديم وليس جديد، تعرف ليه او مين المستفيد من طمس واتلاف الوثائق والحجج والمستندات الوقفية الموجودة في ارشيف وزارة الاوقاف المصرية. تعرف مين المستفيد من حرق هذا الأرشيف؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم إن الحجج دي المفروض إن هي موجودة برقم مسلسل في الأرشيف الخاص بوزارة الأوقاف المصرية للحجج. الأرشيف ده فيه الوثائق والحجج اللي موجودة داخل ديوان عام الوزارة. السطوح اللي حضراتكم شفتوا النيران فيه هو ده اللي فيه الأرشيف، فيه الوثائق والمستندات، فيه الأرقام المسلسلة بتاعتها. الأحداث والوقائع القديمة بتؤكد إن الحجج دي مش موجودة في وزارة الأوقاف. الحاجة الوحيدة اللي تدل على إن الحجج دي مملوكة لوزارة الأوقاف هو الأرشيف أو الأرقام الموجودة في الأرشيف الموجود في سطح وزارة الأوقاف المصرية في إدارة الأرشيف والمتابعة لمستندات ووثائق وحجج وزارة الأوقاف المصرية. اتحرقت. فأنا لا أستبعد أبدا أن يكون المستفيد أو من ضمن المستفيدين من حرق الوثائق دي هم كيان زي نادي الزمالك مثلا يعني، وإن احنا في قادم الأيام ربما نعرف إنه ميدان سفنكس أو سينما سفنكس وأصحابها بالمناسبة في علاقة وطيدة بينهم وبين إدارة نادي الزمالك، وإن كان يبدو الأمر غير كده يعني، لكن الواقع بيقول كده. طب أنا ليه بأشير بأصابع الاتهام هنا لهذا الكيان تحديدا؟ طبعا هناك كيانات أخرى مستفيدة مما لا شك فيه، لكن خلينا كده ناخدها حاجة حاجة. أنا بتكلم في الفيديو ده تحديدا
عن الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية الأوقاف لنادي الزمالك وأرض ورجعنا لكم بعد الشيخ سلامة. الراجل ما اتهمش اتهام صريح، بس شاور على نادي الزمالك وشاور على سينما سفينكس، قال لك هم دول اللي مستفيدين من اللي حصل، لان الورق اللي يثبت ملكيتهم الارض دي في الارشيف، بس اكيد الارشيف ليه نسخة تانية او بصمة ضوئية على الكمبيوتر او او او، ولو ملوش الكلام ده خالص كله عارف والدولة عارفة ان كل، فان شاء الله النيابة والنيابة العامة تقدر تعرف مين اللي عمل كده. السلام عليكم.